اسمي ميلاد الأمير نسيم، أحد مصابي حادثة الضبية نجاح السنة. الموضوع ابتدى يوم الجمعة، فجر الجمعة الساعة 5 الصبح. ناس دايرة في البلد بإشاعة إن في 2 مسيحيين قتلوا 1 مسلم، فبعدها مباشرة فضلوا في كل بيت مسيحي يحرقوا ويكسروا وما يخلوش أي حاجة سليمة في البيت. ابتدت ببيتنا الساعة 5 بالظبط، مجموعة شباب رموا جزازة مولوتوف على الشباك في الدور الأرضي. الدور الأرضي شباك وبابين حديد، فهم مطلوش غير الشباك، هو ده اللي النار عرفت تمسك فيه. دي قدرنا نسيطر عليها وطفت في وقت قليل جدا. مفيش محدش يعني ما عملتش خسائر جامدة. بعدها على الساعة 10 تقريبا الشباب دول لفوا تاني وفضلوا يكسروا برضو في الباب وعايزين يدخلوا البيت بأي شكل. الناس رجعتهم بعدها بساعة برضو نفس الموضوع، لغاية الساعة 8 بالليل رموا جزايز بمولوتوف على البلكونات. النار مسكت في البلكونات، في 4 بلكونات. بعد كده لفوا من الناحية التانية من ورا البيت بتاعنا على شارعين، شارع من قدام وشارع من ورا. البيت 3 أدوار. النار بقت من قدام ومن ورا، فاتحصرت أنا في النص. الشرطة جت بعد حريق البيت الأول، وبعد ما دخلوا على البيت التاني جت، وكمان بعد الحريق ما فضلت تصور. الشرطة جت ورجعتهم شوية، لكن كان في تفاوض ما بين الشرطة ما بين الناس دي، يا إما يطلعوا الناس اللي تطلع من البيت دي الستات بس، يا ما فيش حد هيطلع من البيت. لو طلعت الستات الشرطة تسلمهم الرجالة، يا ما فيش حد هيطلع من البيت تاني، لا رجالة ولا ستات ولا أطفال. الشرطة طوعتهم وطلعت الستات، وفور طلوع الستات كانوا هجموا على البيت. كنا في البيت أنا والمرحوم إيميل والمرحوم راسم والمرحوم محارب والمرحوم روماني. أنا مش قادر وهو مش قادر، عدينا سور الجنينة دي وكنا خلاص يعني هنبتدي بعد كده إيه نهرب من المكان ده لبلد تاني، بس جسمه مش قادر ولا أنا مش قادر. خدنا نفسنا حوالي 5 دقايق وخلاص هنبتدي نتحرك، فلقيناهم جايين علينا وعارفين مكاننا، فرحنا قعدنا مكاننا في حتة كده مظلمة عشان محدش يشوفنا، وبرضه ضلونا لأنهم كانوا جايين وعارفين مكاننا فين وعارفين إحنا مين. وأول ما وصلوا لنا وعرفوا إن ده إيميل، نزل بعد كده علينا الضرب من كل حتة. كان بدروكوا بإيه؟ الضرب كان بعروب مصري اللي هي بتاعت اللي بتتشد عليها الفراشات، بفروع شجر، بشوب، بمواسير مية، بدرف شبابيك، بمراين خشب، بحاجات كثيرة جدا. ليه بالذات إيميل كانوا عايزينه؟ إيميل كان منسق حركة التمرد وناجح جدا، ناجح جدا جدا، فالأعداء كتار. ده كل اللي أنا أعرفه. طب بالنسبة للجروح اللي فيك هنا، يعني أنت اتصبت إزاي؟ يعني إيه اللي فيك دلوقتي؟ الدماغ مفتوحة فيها 6 فتحات، كل واحدة 6 غرز أو 7 غرز، وهنا في الكتف في واحدة،
دي مش هقدر اوريها لك. طب خلاص. في الصلح، في الصلح، دول أربع ماتوا وظلم بإشاعة طلعوها، بيوت اتحرقت، ناس اتصابت ملهاش أي ذنب، أطفال اتيتم، الناس اتشردت، بلد بالكامل اتشردت، الناس اللي ماتوا دول ملهمش أي ذنب، ملهمش أي ذنب، ربنا ظلم المفتري.